قال دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن دار الإفتاء هي مرآة المجتمع، فنحن نقرأ الحركة المجتمعية من خلال الإحصائيات التي تصلنا من لجان الفتوى العديدة. وقال علام أنشأنا دورات المقبلين على الزواج، هذه الدورات عددها 4، وتقييم الدورات السابقة يدل على النجاح والإقبال عليها. المرحلة العلاجية بتأخذ مسارين، المسار الأول هو في إدارة فض المنازعات، وهذه إدارة موجودة في دار الإفتاء المصرية من قديم، فيها شق متعلق أيضا بفض المنازعات الأسرية. عندما يكون هناك مشكلة أيا كانت المشكلة، مشكلة مالية، مشكلة أسرية فيما بين أفراد الأسرة، فتحال هذه المشكلة من قبل إدارات الفتوى المختلفة إلى لجنة فض المنازعات. هذا شق. الشق الآخر أيضا حتى لا أطيل عليكم، وهو من خلال ويمثل مرحلة حقيقية علاجية لقضية الطلاق في المجتمع، وهي مسألة التحقيق الدقيق في أسئلة الطلاق. ويرد إلينا وفق الإحصاءات، آخر إحصاء كان في شهر يناير 2017، شهر يناير 2017 استقبلنا أسئلة الطلاق فقط 3277 سؤال، الذي أفتي فيه بوقوع الطلاق لا يتعدى 3 حالات في هذه المجموعة الكاملة. وهذا يعني بأنه يجرى في الحقيقة من خلال لجان الطلاق يجرى تحقيق دقيق مع الزوج، ليس تحقيق قضائي بقدر ما هو استكشاف لحالة ذلك الإنسان وبيان الظروف الملابسة للطلاق، من حيث أننا نريد أن نتحقق من أن هذا الإنسان كان مدركا إدراكا صحيحا للطلاق وللفظ الذي خرج منه، وكان مالكا لإخراج هذا اللفظ.